احنا وصلنا بحضرتك ليوم 28 يناير 2011، وهنا هنستمع لما رأيته بعينيك واللي تم تأسيس عليه حاجات كتير في الفترة اللي أعقبت يناير فيما يتعلق بالعنف والإرهاب. ده صحيح، هذا التاريخ يعتبر تاريخ فارق، فصل جديد من فصول العنف والإرهاب اللي شهدته سيناء، وامتد كي يسجل فيما شهدته مصر من تهديد إرهابي أو من فصول العنف التاريخي. سيؤرخ هذا الفصل باعتباره هو الأعنف الأقوى، الأكثر تطورا، الأكثر ارتباطا بالعناصر خارج الدولة المصرية، الأكثر التصاقا وارتباطا بتنظيم الإخوان الإرهابي. كل هذه الملامح ربما ملامح رئيسية ومهم ذكرها قبل الدخول إلى أحداث اليوم. 28 يناير المصريين جميعا أنظارهم مشدودة إلى ما يجري في ميدان التحرير بمدينة القاهرة، محاولة الاقتحامه ودخوله ومقاومة الشرطة وكل الأحداث اللي جرت في هذا اليوم الطويل من عمر الدولة المصرية، والذي انتهى بخروج رئيس الدولة المصرية الرئيس الراحل حسني مبارك في هذا التوقيت لإلقاء كلمة للشعب المصري مساء هذا اليوم. هذه الكلمة ربما انتهت في حدود منتصف الليل على ما أتذكر. من كانت أعينهم مشدودة لما يجري في ميدان التحرير هم أهالي مدينة العريش اللي كنت أحد سكانها في هذا التوقيت، وأنا بعمل في جهاز الشرطة. مدينة العريش لم تشهد أي أحداث أو أي ارتباط في يوم 28 يناير. لم تستجيب على الإطلاق كل أهالي شمال سيناء بالكامل، ليس مدينة العريش، لدعوات الخروج الخروج بعد صلاة الجمعة وغيره، لم يحدث هذا الأمر مطلقا، فقط متابعة لما يجري في القاهرة على شاشات الإعلام في البيوت المنازل. بطبيعة المدينة يوم الأجازة ويوم العطلة بيبقى يوم يكاد يكون فارغ من الحركة تماما ومن السكان والجميع في منازلهم، إضافة إلى الحدث اللي بيتم متابعته إعلاميا. خروج الرئيس حسني مبارك وإلقاء كلمته، انتهت الكلمة في منتصف الليل بعد هذا الانتهاء ربما بدقائق. احنا كنا دخلنا بقى يعني اللي هو صباح بقى 29 يناير الساعات الاولى، لكن لا في ساعات الليل، ساعات الليل احنا في 12 ليلا واحدة صباحا. لم نبتعد عن هذا التوقيت على وجه الدقة. دقائق تفصلنا عن انتهاء كلمة الرئيس مبارك، وإذا بتليفونات الهواتف الداخلية في المكاتب تدق بإلحاح تحمل استغاثة كبيرة جدا من القوات الشرطية الموجودة في مدينة رفح الحدودية. كنت في العريش، احنا كنا في العريش، جات الاستغاثة من رفح، من رفح بيستغيثوا بأن يواجهوا موقف استثنائي بهجوم كاسح من سيارات الدفع الرباعي المحملة بالمسلحين الملثمين. هؤلاء المسلحين مسلحين على درجة عالية جدا من التسليح، رشاشات آلية، قذائف RPG، عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام تشبه البراميل المتفجرة التي اشتهرت فيما بعد في مصر وغيرها في عمليات إرهابية. تكرر هذه الاتصالات وبدأت التفاصيل تصل إلى مدينة العريش. مدينة العريش هي عاصمة شمال سيناء، تفصلها عن مدينة رفح اللي هي لصيقة بالشريط الحدودي 65 كيلو تقريبا أو 70 كيلو. ما بين رفح وما بين العريش ورفح مدينة الشيخ زويد. يعني نقول العريش الشيخ زويد 30 كيلو من الشيخ زويد 35 إلى رفح أو 35، حاجة قريبة من هذا المسافات، قريبة من هذه الأرقام. هجوم كاسح يستهدف كل مكونات
ومظاهر تواجد الدولة المصرية وليس الأمن وحده ولكن الأمن في البؤرة. يعني الاستهداف الأول لأقسام الشرطة أو لكل المباني قسم التابعة. الشرطة قسم أقسام الجوازات ومصالح الأحوال المدنية المطافي كل النقاط اللي تدل على مجلس مدينة رفح، مركز شباب رفح، المستشفى الصغير لمدينة رفح، كل ده استهدف وبيدمر وبيفجر، اللي لم يتم وبيقتل من بداخله إن كان من جنود أو من مواطنين مدنيين أو بيقتلوا على طول اطلاق نيران كثيف وعشوائي يعني من أجل إثارة أكبر قدر ممكن من الرعب وإيقاع الضحايا. كما أشرت، عمليات القتل بتتم بهذه الصورة، المباني التي لم يوجد فيها أشخاص أو كانت يتم تفجيرها، يتم تفجيرها، وضع عبوات ناسفة حول المبنى ومن ثم تفجير المبنى فيسقط، مبنى من دورين من ثلاثة فيسقط فورا. طبعا مشهد استثنائي على هذه المدينة الهادئة جدا الصغيرة جدا، ما كانش ليها حتى لها علاقة بالأحداث، يعني هاش أي علاقة بالأحداث على الإطلاق المنتظرة. لا، هي في البداية كان هناك أخبار بدأت تظهر عن اقتحام أقسام الشرطة في مساء يوم الجمعة في بعض من أحياء القاهرة الإسكندرية. ده بدأ من يوم الجمعة آخر النهار كده، أو يمكن حتى في نص النهار بالظبط. يعني